اللي يحب يرضي الله يعمل الخير الكل في والديه ويوقف مع باباه. اللي يكبر شد الثقل في ركابيه، يهز الثقل معاه في قعدته وفي وقفته، يواسيه ويحدثه بهواه، وينظفه ويلبسه ويكسيه، وفي صبحته ومساه يجي يفطره يغديه ويعشيه ويوجدله ماه، بعض الطعام يشربه يرويه، وإذا النوم رخه جاه، يقد الفراش مليح ويغطيه، ويعمل فراش حذاه يتفقده بالعين ويراعيه، اللي يحصل حذر ذاه ربي العزيز من الشقى ينجيه. ولم العزيز أغلاه، مع الله هي رضاتها تغليه، ويبلغ اللي يتمناه، اللي يحصل لرضى الوالدة يزيه، ويعود عنده جاه قدر وقيمة وعز فماليه، ويتحدثوا بثناه صاحب مبادئ ثابت خطاويه، قايم فروض الله طاهر يحب الصبح ويصليه، قصر العلا يرقاه وقصر الهناء في الآخر يراجيه. وهالسر عند الله، أنا قلت هذا وهو اللي يعلم بيه، وناجيب جاب غناه، صلوا على الرسول واثنوا عليه.